حنا كاع تجرى لنا مرات تجيك الحمه تجي لولدك الصغير الحمه تيسخن وانت ما باغيش يسخن وباش تعبر السخونيه خاصك الميزان ديال السخونيه وباش الميزان تاع السخونيه يعطيك العبار تاع السخونيه خاصك ديريه في البلاصه تاع السخونيه وما كاينش شي دواء ديال السخونيه من غير القوالب وبعد مرات انت تشري القالب وتجيبيه وتتقول للمراه شوفي واش دخل ولا ما دخل وتتفرحي الا دخل حيت الدري غيبرد لك ما عينك وتبقى معاك دابا الدري خذ الدري بحال الشعب مثلا الشعب تا هو لا سخن تا هو تيديروا له ميزان الحراره ديالو ويلا تا هو عنده القوالب ديالو اللي تيبردوا ليه راسه الدنيا مشراره رماتك في بحور التيه شوف الدنيا مشراره رماتك في بحور التيه ونسيتك ميزان الحراره ونسيتي اول مره فين درتيه السبيطار ما كانش عندنا في الدار تمشيو ليه حتى للسبيطار واش ديروا قلت لك الدنيا مشراره رماتك في بحور التيه ونسيتك ميزان الحراره ونسيتي اول مره فين درتيه لا ماشي ضحك ماشي طراره ياك الميزان انت عينك شتيه ابيض ومرقم في حزن بفرح ملقم حنا نقولوا مغسول لكن الطبيب يقول معقم ميزاننا حنا ماشي بحال ميزان الرباط حيت هو مسيور وحنا صبار كان ميزانهم يتمص ويدار تحت البار حنا هاد الميزان في بلادنا زلعوه الخبار خاص حنا شنعوه واش المدينه تتمصو وحنا تنطلعوه وكمين خمم ونوا حتى الفرملي زمم ودوا قالوا القالب هو الدواء والقالب رطب رطب كرطوبية الحرير وبيض كيلو الفرارة وحنا نحمد الله إلى طلع القالب ونحمد الله إلى نزلت الحرارة